دعوت على ابن عمك فابن عمك مات؟ اه. طيب كنت مظلومة ولا ظالمة؟ لا يا شيخ، انا كانوا اخواتي ظلموني وبقولوا لي احنا نزوجها فيها بالغصب. على اي حال الامر انتهى، اخواتي جبروني. الامر انتهى، اذا كنت مظلومة ودعوت على من ظلمك فللمظلوم ان يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة، وإن عفا فهو أفضل. فالله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال العلماء هذا داخل فيه الدعاء على من ظلم، لكن العفو أفضل. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما كونه مات فلكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما أهلك فعليهم أن يؤمنوا بقدر الله أن الأجال مقدرة، والله أعلم.